بسم الله بالابن الروح القدس الأمين. حلقة 302 من برنامج بيبل دي هنتكلم فيها عن مشكلة تالتة بتقابل كنيستنا الأرثوذكسية، وهي إخفال بعض الخدام والرعاة الغير مسؤولين لأهمية النفس البشرية. أصبحنا نهتم بالأنشطة على حساب النفوس. إذا تقول لي كام لخدوم وخدومة كانوا معاك في مرحلة ابتدائي دلوقتي ما تعرفهمش، كان في واحد ما بيروحش كنيسة أصلا، كان حد منهم موجود دلوقتي على هاوي، كان حد منهم أصلا متعرفش هو بقى مسيحي لسه مستمر مسيحي ولا لأ، هل الكلام ده كله طبيعي أو منطقي؟ ما أعتقدش. هي دي الخدمة؟ ما هو من الخدمة بقوش فاقدين على الخدام والكهنة بقوا يورثوا لبعض لأحبابهم وأصحابهم، بقول بعض الكهنة مش كل الكهنة، شوف في كهنة لغاية دلوقتي يعني بركة وناس خد ما أنا مفهوم، طب هنفضل كده لغاية. طب واو اللوائح الكنسية في الاختيارات، خلوا الدنيا تبقى أفضل، مش لاجل دنيتكم حتى، لاجل حسابكم في الاخره. كمل في حلقتك.